اهلا بحضراتكم مره تانية. مجلس اداره النادي الاهلي حريص على ان ينجز الكثير في صمته، ان يعلن بعد اتمام العمل نفسه بنجاح وخطته الزمنيه والماليه وكل ما يتعلق بالرؤيه الخاصه باي عمليه تطوير بتتم في اي مجال من المجالات الخاصه بالنادي الاهلي انه يعلن عنها، كل شيء يعلن في حينه. مجلس الاداره لا يتحدث كثيرا عن هذا الامر ويتركه للمختصين به الحديث عنه، كل التنفيذيين القائمين على اداره الامور وهم اصحاب خبرات. المجلس حريص الى اعلى درجه ان تكون كفاءات وخبرات كبيره جدا تضيف للنادي الاهلي ولعمليات التطوير الجاريه في النادي الاهلي. في هذا الاطار كان اعلن الكابتن الخطيب خلال الحمله الانتخابيه لمجلس اداره النادي عن برنامج عائلات الاهلي وما شمله من عمليات تطوير في الافرع، ومن تصور كمان عرض بالصوره في هذا الوقت لمستقبل النادي الاهلي من خلال وجهه نظر مجلس الاداره الحالي بقياده الكابتن الخطيب فيما يتعلق بالجوانب الانشائيه والهندسيه وعمليه التطوير في الافرع المختلفه، وان شاء الله عمليه الانشاءات القادمه في احدث افرع النادي الاهلي وهو فرع التجمع. خلونا نعرف تفاصيل اكثر من خلال واحد من كتيبه العمل القائمه على انجاز هذا الامر، وهو المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي وللنادي الاهلي المهندس سامح علي كامل. مساء الخير واهلا بحضرتك يا باشمهندس، سعداء بوجودك معنا. خلينا نبدا من فرع الجزيره او رؤيه حضرتك العامه لما تم الاتفاق عليه مع مجلس الاداره بقياده الكابتن الخطيب عن العمليه الانشائيه او عمليه التطوير الهندسي في النادي الاهلي. خلينا نبدا الاول، احنا في خطه انشائيه لمجلس اداره النادي الاهلي لمده 4 سنوات لكل الافرع. نبدا فرع الجزيره في الاول. فرع الجزيره كان ليه نصيب الى حد ما كويس. بدانا به الاسوار، اسوار النادي بالكامل زي ما انت شفتوها وسجلتوها معانا. جددنا الاسوار واتغير المنظر خالص، بقى في حاجه اسمها روح للنادي الاهلي. يعني ما تبقى ماشي كده حوالين النادي يبقى ده النادي الاهلي. وده اللي كان الهدف في في التطوير، ان يبقى ليك شكل في اللون وفي التصميم في كل حاجه في التصميم، وده اللي هتلاقيه الفتره الجايه. يعني الفتره الجايه عندنا هتلاقي كل المنشات وكل المباني فيها روح النادي الاهلي. فبدانا بالاسوار، ولما تستعرض الصور هتلاقي شكل السور في اللون الاحمر الاحمر بتاع النادي الاهلي. فدي كانت اول خطوه خلصناها الحمد لله، وخلصنا اول مرحله من ده بطول ال 550 متر تقريبا. متبقي بعد كده الفتره الجايه البوابه الرئيسيه اللي كابتن محمود اعلن عنها في المؤتمر الصحفي اللي كان فيها النسر الجميل شعار النادي الاهلي. دي ان شاء الله الخطوه الجايه. بدانا في انشاء صاله كاراتيه. صاله الكاراتيه في اهل الجزيره كانت خيمه، دلوقتي بقت هي صاله كبيره مكيفه ان شاء الله هنفتتحها خلال شهر، ويكونوا موجودين معانا وتسجلوا افتتاح الصاله. صاله على مستوى عالي جدا تليق بفريق النادي الاهلي اللي بيخرج ابطال اللي كان موجود مجلس اداره. يا ريت واحنا بنتكلم وبنسمع حضرتك يا باشمهندس حضرتك تقول لنا، اتكلمنا عن كل الصور، اي حاجه خاصه بعمليات التطوير هنشوفها طبعا، بعض الامور بتستعرض بس لقطات من داخل النادي الاهلي. دي منطقه اتفضل. دي كانت اول منطقه عملناها، كان استكمال المنشا ده كان قائم لكن لم يتم استكماله في المجلس السابق. شطبنا المنشأ بالكامل وعملنا أماكن جلوس الأعضاء مزود بمطعم على مستوى عالي جدا يخدم الأعضاء. دي كانت أول حاجة افتتحناها السنة اللي فاتت في من ضمن المشروعات النادي الأهلي. ده كان في مقر الجزيرة. دي كلها منافذ خدمية للأعضاء. المجلس الإدارة التنفيذية عندنا في النادي بدأت توفرها للعضو، من الجيم، تجديد الجيم النادي اهلي الجزيره، المنافذ البيع للاعضاء. دي كلها حاجات خدميه الاداره التنفيذيه عندنا في النادي بتقوم بها جنب الانشاءات. ده يعني عمليه التجديد شملت كل الجوانب دي. تمام، التجديد ده ماشي بصوره مستمره، لكن الاساس في البرنامج الزمني لكابتن محمود هو الانشاءات وليس التجديد. التجديد ده طبيعي موجود هيتم، انه بيحصل بشكل دوري، ده شكل دوري عندنا. تجديد دورات الميه، تجديد المنافذ، تجديد مرافق النادي، ده موجود بصفه مستمر. لكن الجديد في الخطه الانشاء هي معظمها انشاءات. طب قول لنا حضرتك، نبدا بفرع يعني الجزيره هو المقر الرئيسي كده. الجزيره احنا خلصنا صاله الكاراتيه، حاليا شغالين في تشطيب مدرج كرة القدم لفريق كرة القدم. المدرج كان قائم ولم يشطب، عملية التشطيب ما بدأتش فيه. المدرج القديم طبعا احنا عارفين كله ان هو خلاص يعني حالته اصبحت سيئة شوية. فحاليا كابتن محمود بيدي تعليمات واضحة ومحددة، وبالمناسبة في اجتماع بكرة مع كابتن محمود مع المدير الفني علشان نراجع المتطلبات اللازمة لفريق كرة القدم لتشطيب المدرج. احنا شغالين بالفعل وبناخد اخر استعدادات من الكابتن محمود غدا في الاجتماع ان شاء الله.
في الجزيره برضه عندنا صاله الكاراتيه ومدرج كره القدم، مدرج كره القدم والاسوار والبوابات، وحصل تجديد في صاله الجيم صاله الجمباز. الاجهزه بالكامل اتجددت وطلعت جديده من الاول. الصاله كلها بالكامل الجديد، دي مش انشاء، دي كانت صاله موجوده. عشان كده بكلمك ان التجديد مستمر، عشان ما بنتكلمش عن الصاله صورتها، دي صاله الجمباز هي صاله قائمه. التجديد دايما مستمر في النادي، لكن احنا التركيز كله على الانشاء، هو ده الانشاءات الجديده، هو ده اللي احنا عايزين نضيفه للمجلس. هل فعلا النادي في بعض المباني من الداخل في النادي الاهلي كمان شكلها في التصميم هيتغير والوانها زي ما كان اعلن الكابتن الخطيب ان احنا عايزين حتى النادي من الداخل يبقى بيعكس شخصيه ده النادي؟ ده فعلا في بعض المنشات زي مثلا واجهه حمام السباحه في اهلي الجزيره، وزي المبنى الاجتماعي في اهلي الجزيره. بس اهلي الجزيره المبنى الاجتماعي بالكامل يعتبر يعني ايه، هيعاد ترتيبه ثاني، كله هيعكس الروح النادي الاهلي. فانت تبقى داخل النادي حاسس انك جوه النادي الاهلي، في حاجه بتميز المباني بتاعته. والجدول الزمني احنا لاحظنا كمان حاجه جميله جدا ودقيقه في اسلوب العمل، التواريخ المحدده، وحتى فريق العمل زملائنا في قناه الاهلي لما بيروحوا يصوروا في اي مقر من مقار النادي الاهلي اصبحنا بنعرض فيديوهات لعمليات التطوير على شاشه قناه الاهلي مصحوبه بالتواريخ. كل يوم الفيديوهات الصوت والصوره الموجود ده مصحوب بالتاريخ عشان المشاهد يتذكر واعضاء النادي يتذكروا مراحل العمل وصولا الى اللحظه النهائيه. يعني احنا الى حد ما ماشيين بنفس الفكر بتاع حضرتك، ان احنا نحدد مواعيد محدده نحاول نوصل لها، وده الهدف. زي ما احنا كده شايفين دي صاله الكاراتيه، لو احنا صورنا النهارده هنلاقي المنظر ده اتغير عن يوم ما صورنا. فهو كل يوم في تجديد وفي جديد في الشغل عندنا. دي اول حاجه ان شاء الله هنفتحها صاله الكاراتيه، يعني خلال شهر ان شاء الله نكون خلال شهر ان شاء الله تكون افتتحت ان شاء الله باذن الله. بس ده معدل، يعني الشغل واضح انه بمعدل سريع جدا يا باشمهندس، خلاص هي في التشطيبات، لان الصور اللي قدامنا معناها ان الشهر ده هيبقى فيه جهد مضاعف، يعني في شغل كتير جدا. بالظبط. طيب يعني ده من الامور اللي كان مركز عليها مجلس الاداره في الاتفاق معاكم ومع كل القائمين على الاشراف على الجوانب الهندسيه، التواريخ المحدده، يعني يبقى فيه التزام شديد بيها. التواريخ المحدده والتصميمات زي ما قلت لك في اول الكلام تبقى تصميمات معتمده وفيها روح النادي الاهلي. ونحن بنوفر لك كل الفلوس، يعني الدعم المادي متوفر، فخلاص انت الدور الباقي عندك شق هندسي واداري، فتحاول تلتزم بيه عشان نخلص. وهنا حضرتك بتاخد السايد او جانب مجلس اداره النادي الاهلي، بتمثل النادي الجانب بقى العلمي والاكاديمي. بالزبط. في الانشاءات والتطوير حضرتك المسؤول عنه. بالزبط. مع المقاول او الشركات اللي بتنفذ، الشركه اللي بتنفذ والمقاولين اللي بيعملوا. بالظبط. طيب خلينا نتكلم شويه عن عمليات التمويل. طيب احنا لسه مع كل فرع هنتكلم عنه في كل الجوانب الخاصه بعمليه الانشاءات والتطوير وننتقل لفرع اخر. بالنسبه لاهلي الجزيره، هل التمويل ماشي بشكل جيد جدا والمجلس موفر كل الموارد المطلوبه للعمليات دي، ولا احيانا بيبقى في اي تعثر مالي خلال عمليه التطوير؟ انا ما عنديش اي مشكله ماليه، ما فيش اي مستحقات. وده السور الجديد، ده سور الاهلي الجزيره، ودي دي الاماكن الاعلانات ان شاء الله هتبقى برضه على سور النادي. ما عنديش اي مشكله في اي مستحقات لشركه بتنفذ انها بتاخد فلوسها فورا خالص، ده متوفر، وده كان محسوب من اول يوم برضو. من اول يوم احنا عندنا السنه دي مشروعات بتكلفه قد ايه، بتكلفه اكس، طب ده متوفر. والخطه كلها الاربع سنين انا ما حدش قال لي طب ممكن ما حصلش، لا بالعكس، ده في دعم عايز يلا طب ونزود تاني، في تمويل وفي موارد وفي خطه تمويليه للعمليه. الاثنين ماشيين مع بعض، الخطه التمويل ماشيه مع الخطه الانشائيه. البدايه بنقعد نتفق انا هعمل مشاريع السنه دي مشروعات بكذا، طب التكلفه التقديريه كام؟ كذا، طب متوفر اتفضل. فده كمان انا هاخد من كلام حضرتك انك اشرت للسور واماكن الاعلانات اللي هتستغل ان شاء الله، هي ضمن ما اعلن عنه مجلس الاداره في حملته الانتخابيه انه لا يجب التوصل الى موافقات واتفاقيات مع الجهات المختصه بمنح التراخيص للنادي الاهلي، لانه ده يمثل ثروه ماليه للنادي الاهلي، وكمان شيء بيبقى له جانب جمالي كمان في اي مكان. وده كان يعني برضه دي حاجه تحسب للمجلس الاداره. احنا في النادي بقى اكتر من 30 سنه ما قدرناش نحط اعلان عن سور النادي. فيحسب لمجلس اداره النادي الاهلي الحالي انه قدر يجيب الموافقات من الجهات المختصه انه يمشي ماشي بشكل شرعي وتراخيص، وياخد اعلانات، دي مصدر من مصادر دخل التمويل للنادي ودخل محترم طبعا، لان مكان النادي
وسط البلد، مكان مميز جدا. وعلى فكره لما نرجع بقى تاني لمدينه نصر كمان نفس المكان، اسوار مدينه نفس الفلسفه، نفس الفكر. لما هنروح مدينه نصر نفس الفكر هتلاقيه متكرر قدامك. طيب فرع الجزيره المعروف عنه يعني الحضور والاقبال والتواجد الخاص من اعضاء النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه، الى اي مدى دايما بيقولوا ان اصعب مهمه يا باشمهندس هي المعادله الصعبه، ازاي اشتغل واطور من غير ما سبب ازعاج حقيقي للاعضاء؟ وده دايما بيبقى الهاجس اللي عند كل المسؤولين في الانديه وقت الشغل وتطوير. لا وانا اضيف لك كمان ازاي اشتغل واطور واشتغل بالليل بس. لان ممنوع تشتغل في وسط البلد الصبح، ممنوع تدخل اي معدات اي مواد بنا، فدي معادله اصعب كمان. يعني انت بتشتغل من 12 بالليل بتدخل كل حاجه 12 بالليل ل 6 الصبح، دي فتره قليله جدا، ومطالب انك ده وقت الشغل بتاعك فقط لا غير. الصبح في الشغل عشان الاعضاء ما يدوش، غير في بعض الاحيان بنعرف تشتغل لو خاماتنا موجوده معانا، فدي معادله صعبه جدا طبعا. انك ترضي العضو وما تعملوش ازعاج كتير، وفي نفس الوقت بتشتغل بالليل لان الدوله منعه انك تخش وسط البلد باي معدات غير بعد 12 بالليل. فطبعا دي كانت معادله صعبه جدا انك توصل للشغل دوت في التوقيت ده، والحمد لله. لانكم بتشتغلوا حتى مش في كل اوقات اليوم، بتشتغلوا بخطه يعني اقل القليل من الوقت عشان الاعضاء ما ينزعجوش. هم ست ساعات، ست ساعات بندخل فيهم المعدات. الصبح نشتغل بس بقى بتتحركوا بحذر شديد جدا عشان الاعضاء، وبحرص جدا. واحيانا مثلا نكون في معدات صوتها عالي شويه، لا نستنى شويه عشان الاعضاء مثلا كتير شويه في النهايه مش هينفع. فلازم كل حاجه تبقى شويه يعني ليها حسابات، ليها برضو اللي هو يعني الكومن سنس، ان انا باخد بالي ازاي ايه اللي ما لاقيش عضو النادي وبرضو هم بس الحق يتقال برضو هم معانا مستجيبين. ده بقى سؤالي، هم مستجيبين قوي بصراحه. اعضاء شعورهم وارتياحهم وقبولهم رد فعلهم لعمليه التطوير طول ما انت بتشتغل، هم طبعا مش زعلانين. انت عامل ممكن تكون ضوضاء وبسبب لهم ازعاج، هم جايين مثلا الصبح يقعدوا في هدوء شويه يتفاجئوا ان في تكسير، بس في نفس الوقت يقول لك ايه ما الناس تشتغل، ما هو ده لما هيخلص هيبقى اضافه للنادي والنادي هيبقى اجمل. لما الاسوار تخلص ان شاء الله الشكل كويس، ولما نحط اعلانات هيجي لنا دخل، يبقى النادي هيعرف يصرف على المرافق على خدماته، فهي كلها دايره مقفوله. فاللي بيبقى شاعر بقيمه اللي انت بتعمله بيستحمل معاك. طيب فلسفه النادي الاهلي والمسؤولين في مجلس اداره النادي الاهلي، وحضرتك طبعا محل ثقه طالما اكلت اليك هذه المهمه، في اختيار الشركات اللي بتنفذ والمقاولين اللي بينفذوا كانت ايه الفلسفه، وازاي اخترتوا افضل العوامل والعناصر اللي تضمن نجاح العمليه دي وانها تقدم كواليتي عاليه جدا للاعضاء؟ احنا في الادوات بتاعتك هي الشركه المنفذه، فدي لو ما كانتش تختار بعنايه هيبقى عندك مشكله، هتفضل بقى في مشاكل. راح النادي الاهلي راح من اول يوم على جهاز مشروعات القوات المسلحه، الحمد لله ما فيش اي مشاكل خالص، والناس شغالين معاك بكل جهد بكل قوه، وبيحب عايزين يعملوا حاجه للنادي الاهلي، فانت ما عندكش مشكله نهائي. كمان بيشتغلوا بحماس للنادي الاهلي جدا، مش عايز بقى كل معظمهم اهلاويه طبعا، فكلهم شغالين بحماس مع مشروعاتك، بيستعينوا بشركات مفروغ منه يا باشمهندس، معظمهم عشان ما نزعجش حد طبعا، احنا بنحترم كل الناس، لكن معظمهم اهلاويه، دي بيستعينوا منطقية. بيستعينوا بشركات على مستوى عادي. يعني لما نروح لمدينه نصر مثلا عندنا في هناك حمام امواج بيعمل موج صناعي، الشركه اللي بتنفذ هي شركه كنديه، يعني المقاول من الباطن شركه كندي، فهو بيستعين باحسن الناس في كل مجال، فطبعا انت في الاخر هيبقى المنتج يبقى طالع كويس. الشركات اللي هي بتنفذ تابعه لجهاز المشروعات، يعني بيستعين لما يكون محتاج مشروعات الخدمه المدنيه في الخدمه الوطنيه، لما يكون محتاج دعم في حاجه معينه تخصصيه وفيها شغل كبير شويه ممكن بيستعين بحد، وده اللي حصل. هم بدأوا يعني حتى الشركات اللي هي تابعه للجهاز نفسه هي شركات مميزه جدا، حتى لو كانت من خارج منظومه القوات المسلحه، هي شركات قطاع خاص تمت الاستعانه بيها، بس كواليتي الشغل عاليه جدا، جوده العمل نفسه تخصصيه العمل. محتاج فيها حد تخصصي على مستوى عالي، هو ما يدخلش في دي بقى حتى يعني وده اللي قدامنا. يعني خدنا ده حمام الامواج اللي شغالين فيه، وجنبيه حمام اطفال، احنا كده اتنقلنا مدينه نصر بقى، ده حمام اطفال وجنبيه حمام رئيسي. حمام الاطفال والحمام الرئيسي، حمامات السباحه، يعني مجمع حمامات السباحه ده بقى داخلنا كده مدينه نصر. طب خلينا مع الفيديوهات والصور ننتقل لاهلي مدينه نصر. ايه الفوارق في طبيعه العمل، في مساحه العمل المطلوبه، في حجم الشغل المطلوب في فرع مدينه؟ هناك الشغل اسهل شويه، لان انت بتشتغل طول الوقت ما عندكش مشكله في دخول المعدات زي مدينه نصر زي الجزيره. المواقع متنوعه،
فعندك احنا في مدينه نصر عندنا موقع مناطق جلوس الاعضاء اللي هي فيها منافذ الخدميه للعضو، حاجه مستوى عالي قوي، وفيها منطقه جلوس الاعضاء حاجه على مستوى راقي، وعندنا في المنطقه الترفيهيه اللي هي فيها حمامات سباحه، حمام سباحه رئيسي وحمام اطفال وحمام امواج، عندنا اسوار النادي بالكامل، عندنا البوابه الرئيسيه بدانا فيها ما فيهاش نفس مشكله الجزيره اللي هنا اسهل شويه، وفي حاجات بقى تحت الدراسه للسنه الثانيه، فخلينا نخلص بس الاول اللي شغالين فيه، وهقول لك احنا بدانا السنه الجايه اللي هي اللي احنا فيها 2019 التخطيط لايه؟ لان هي كل سنه في حاجه هتتعمل عشان الاربع سنين نكون خلصنا. يعني اللي بدأت شغل فيه فعليا دلوقتي هيخلص العمل هيخلص تباعا فبراير مارس. عظيم. مارس 2019 واللي معد ان هو يكون البلان بي، البلان الثانيه او السكند ستيب في فرع مدينه نصر. الخطوه الثانيه ملاعب سكواش ودي في مدينه نصر، ومحلات على الاسوار ودي برضو اضافه وهتحقق دخل للنادي. ده دي الفتره ده اللي حاليا بيدرس، زائد في دراسه لجراج على شارع في موافقات مبدئيه في اتصالات من النادي الاهلي بالمسؤولين حتى نحصل على هذا الحق. حاليا بنعمل رسومات استغلال صور النادي في مدينه نصر تجاريا بمحل تجاريه. طبعا دي شغالين فيها طبعا. ودي اللي برضو خلينا نتفق على حاجه، ان الجهه المسؤوله عن استخراج التراخيص هي جهاز مشروعات قوات مسلحه مش النادي الاهلي، وده كان من ضمن العقود ضمن اتفاق من ضمن الاتفاق المشروع. انا ما بروحش اطلع رخصه من اي جهه، اللي بيطلع رخصه هو جهاز قوات المشروعات قوات المسلحه. في حاجه عندنا خلصت في وسط الشغل كده، حاجه طبعا الى حد ما احنا كيفت عم تكييف صاله الكاراتيه مدينه نصر. دي كانت صاله معموله من 2004 لم تكيف حتى لعهد المجلس الحالي، تم عمل التكييف فيها وتم الانتهاء من التكييف. ده خلاص يعني خلص. ده خلص. الموضوع انتهى يعني. ده موضوع خلص. وطبعا بالنسبه للصاله طبعا الاعضاء كانوا محتاجين حاجه. تصور حضرتك امتى ممكن اعضاء النادي الاهلي يشوفوا النادي الاهلي خلاص صوره تحول الى مول تجاري راقي في مدينه نصر، وانه اصبح كمان يعني اضافه كبيره للتمويل للنادي او للدخل للنادي؟ السور اول 600 متر من السور خلصوا. دول كانت اول مرحله عندنا احنا بدانا فيها، وعليهم نفس المساحه الاعلانيه اللي حضرتك شفتها في اهل الجزيره، فدي خلاص بتطرح 600 متر طولي. كويس. المحلات حاليا احنا في التصميمات وفي استخراج التراخيص اول جزء اللي هو 600 متر اللي هي المساحه اللي هيبقى عليها الاعلانات نفسها، دول خلصوا خلاص. المحال التجاريه نفسها لسه العمل لسه في المرحله دي تراخيص. متوقع يبقى في تقريبا كم محل خطه العمل بتقول اول احنا اول جزء 14 محل. ده اول جزء. هي المحلات متقسمه جايه ازاي؟ كل مكان في السور في ظهره في مكان فاضي في محل. فانت السور النادي بيبقى ماشي قدامه ملاعب هاندبول، مش هينفع اعمل محل. يخلص ملاعب الهاندبول يجي الجامع في مكان فاضي نعمل محل. فهي متقسمه المحلات مش واخده كامل سور النادي، هي اماكن متفرقه. اماكن متفرقه بقى على بس السور. المرحله دي اللي بنتكلم عنها 14 محل. دي اول محل دي 14 ده محل. متوقع يبقى اضافه كبيره جدا طبعا. تسويقيا طبعا. المكان ده يعني رقم كبير دلوقتي ارقام الحاجات دي بقت طبعا تعمل فرق كبير. وعايز اقول لك ان تحت المحلات دي ملاعب السكواش. تحت المحلات يعني المحل بيفتح على الشارع من ناحيه الشارع من جوه النادي تحت المحل ملعب الاسكواش. عظيم عظيم. ده تصور طبعا انا مش قادر اتخيل يعني كل حاجه هندسيه مش كوبره بس يعني. بس واضح ان في يعني رؤيه غير تقليديه في التصور او الرؤيه غير تقليديه بس هي قدامك اهداف محدده. عندك 10 نقط في 4 سنين لازم تشتغل كده. قدرنا نزود تمام احنا زودنا يعني كانت في صور معروضه دلوقتي هنا عندك دورات النيابه بتاع اهل مدينه نصر بالكامل المستوى اتغيرت بالكامل كلها هي مش اتجددت هي بالكامل يعني كسرت يعني اتعملت من الاول يعني. ممكن تزود على نقط الخطه الانشائيه اللي انت معاك وده اللي حصل فعلا يعني دي ما كانتش في الخطه الانشائيه لكن السنه دي خلصنا عدد 5 دورات مياه فشغالين الاثنين مع بعض ان شاء الله. طيب هنتكلم عن انه حضرتك بتقول دلوقتي اللي بتشتغلوا عليه والمفروض ينتهي فبراير مارس 2019 في اهلي مدينه نصر. ايه هو اللي هي حمام السباحه ان شاء الله باذن الله ومنطقه جلوس الاعضاء اللي هي فيها منافذ الخدميه ان شاء الله اللي هي كل الاماكن بقى اللي هي الاوتلتس بتاعت النادي اماكن الخروج في النادي او لا هو المكان ده مكان مش الملاعب اماكن جلوس الاعضاء ده مكان محدد لوحده
كويس. المكان ده مسطحه 6400 متر، في اماكن جلوس اعضاء وفي منافذ انا بتهيالي هتبقى يعني اسماء كبيره شويه، حاجات تخدم النادي ممكن تبقى اسعار كويسه على حسب لجنه المنافذ لما تحدد. ده ان شاء الله خلال فبراير للمطاعم اللي هتاخد امتياز التواجد على مسطح حمام السباحه في مدينه نصر. طيب، وبرضو الخطه زمنيا ماشيه بشكل جيد جدا وما فيهاش اي عقبات، ماشيين وفقا للجدول والتمويل ماشي بشكل كويس الحمد لله. طب خلينا نتكلم عن الشيخ زايد لو حضرتك عايز. طب قبل ما نطلع على الشيخ زايد نرجع سنه كده، احنا اتكلمنا على اللي بيتم في الجزيره دلوقتي واتكلمنا على اللي بيتم في مدينه نصر. طب السنه دي في ايه في الجزيره؟ السنه دي في اعاده تكييف 2019 في تكييف الساره الرئيسيه الامير عبد الله الفيصل. التكييف ده من ساعه ما اتعمل في سنه 1990 لم يتم تجديد احلاله، السنه دي بيتم احلاله بالكامل. زائد في تغيير ارضيه الصاله المغطاه بالكامل، زائد في منطقه كيدز جيم، حاجه للاطفال، جيم للاطفال في الجزيره. ده للسنه دي. مدينه نصر نفس الكيدز جيم موجود ان شاء الله، والاسواق والمحلات وملاعب السكواش والبوابه. انا كده شرحت لك احنا اشتغلنا في ايه، والسنه دي الخطة المستهدف تنفيذه اللي بدأنا فيها في ديسمبر اللي فات بدأنا نحط هنشتغل ازاي. طيب، عندنا طبعا كمان عايزين نتكلم عن فرع الشيخ زايد، وعايزين نتكلم عن نادي اهلي الشيخ زايد وايه المتوقع انه يتم انجازه هذا العام، وايضا الشغل اللي تم حتى الان، وننتقل للتطلعات والحلم الكبير الانشاءات. طبعا ان شاء الله متوقع يبقى في انشاءات كبيره، لان احنا بنتكلم عن فرع جديد، فرع كامل جديد في التجمع ان شاء الله. اكيد له خطه كبيره جدا وخطه عمل وميزانيه ضخمه معدله. اتفضل. نبدا الشيخ زايد. الشيخ زايد هو طبعا هيبقى اكبر حجم مادي واستثمار وتمويل مشروعات السنه دي في الشيخ زايد. مجلس اداره خد قرار في شهر ديسمبر بانشاء صاله للجمباز وصاله للكاراتيه ومجمع ملاعب سكواش وعدد 2 ملعب كره قدم قانون. ده في الشيخ زايد. ده الشيخ زايد. ممكن نقول لك انتوا السنه دي ما اشتغلناش، لكن السنه دي 2019 احنا حاليا شغالين في التصميمات. مده التنفيذ سنه من استلام التراخيص، احنا خلاص التراخيص شغالين من بدء العمل، من يعني بدء من العمل تاريخ سنة. بدء العمل في 2019 ان شاء الله. جهاز المشروعات هو اللي بيخلص التراخيص، الموافقات والتراخيص، وتبداوا العمل. يعني حضرتك بتقول العمل يبدا خلال 2019 ومعد خطه العمل تستغرق سنه واحده. سنه وللمشاريع في نفس التوقيت، يعني مش هنخلص الجمباز نخش على الكاراتيه، لا. هي السنه كل الصالات والملاعب دي هيبدا الشغل فيها في نفس الوقت بالظبط. الاربع مشروعات في نفس التوقيت، والاربعه هم مش سنه، يعني مثلا الملاعب 7 شهور. في كمان احنا هنا بنتكلم عن ميزانيه ضخمه، يعني ميزانيه ضخمه ومحسوبه. دي ميزانيه ضخمه ومحسوبه طب. ومحسوبه ومجلس اداره عارفها وموافق عليها ومتوفر. بدليل احنا خدنا خطوات تصميميه وخطوات استخراج تراخيص كلها. ده اللي جاي للشيخ زايد. خطه طموحه ان شاء الله السنه دي ترضي اعضاء الشيخ زايد، لان ده مطلب ليهم. صاله الجماز وكاري حاجه، دي لقطات من اهل الشيخ زايد، وهو دايما زي ما حضرتك بتقول تطلعات وطموحات الاعضاء. ومجلس الاداره اتكلم خلال الانتخابات السابقه، اتكلم الكابتن خطيب واعضاء القايمه مجلس الاداره الحالي عن انه في ميزه كبيره جدا في الشيخ زايد، الا وهي المساحه المتاحه، لاننا يعني يبقى في افكار غير تقليديه وفي طموحات للنادي واحلام انشائيه وتطويريه وهندسيه، وده اللي هيبدا يتحقق. يعني مزمين. النادي عنده مساحه تستوعب هذا العمل. يعني اللي كنا شايفينه في قبل اللقطه اللي فاتت كانت هي احنا شغالين في اسوار الشيخ زايد. نفس الفكر ونفس الروح، اسوار مدينه نصر واسوار اهل الجزيره بيتنقل للشيخ زايد، بس هيمشي مرحله مرحله، لان ارض الشيخ زايد 127 فدان، فمش ممكن تبدا في الاسوار كلها مره واحده، فواخدينها جزء جزء. ده اول جزء احنا عملناه السنه شغالين فيه ان شاء الله، خلال السنه دي نخلص اول مرحله فيه ان شاء الله. والملاعب حضرتك كمان هتاخد مساحه، يعني النادي يسمح بانك تتوسع في الملاعب وفي الخدمات، عندنا مسطح، وهيبقى في مراحل تانية كمان من التطوير مستقبلا في الساحه دي. 127 فدان يعني المساحه تسمح وان يبقى في افكار دي كمان دي غير تقليديه للتطوير، يعني تبقى مرضيه جدا ان شاء الله لاعضاء النادي ده. نتكلم عن فرع التجمع، حلم بقى انشاء الفرع الجديد، واكيد هو الشغل الشاغل للمسؤولين في النادي، انه التكلفه والتصور والامور الهندسيه هيبقى مطلوب شغل ضخم جدا. ريت حضرتك تكلمنا عنه. نبدا بارض التجمع. الاول الارض كان فيها مشكله، اول ما مجلس استلم رحنا نعاين الارض النادي مستلمها، لانها لا تصلح نهائي لاقامه مشروع ارض التجمع الخامس. الارض محفوره بعمق 25 متر، متاخد منها كميه رمل حوالي 1,200,000 متر مكعب رمل. عشان تعمل المشروع دوت انت تعمل النادي تحت الارض،
عاجل عفوا المقاطعه يا باشمهندس، ضم حمدي فتحي من امبي، صفقه تم انجازها بالفعل، وزي ما قلنا لحضراتكم منذ قليل وقبل ما نبدا هذا اللقاء مع المهندس سامح علي كامل كنا بنتكلم ان مجلس الاداره ما زال عنده اصرار كبير جدا على انجاز المزيد من الصفقات للنادي الاهلي، وانه بيبحث في كل الانديه داخل وخارج مصر اللي ممكن تكون فيها عناصر نقدر نتعاقد معها في مرحله الانتقالات الشتويه لتكون اضافه كبيره فنيا للنادي الاهلي ولجهازه الفني، واوراق كثيره وبدائل متاحه امام الجهاز الفني حاليا بقياده لاسارتي، وان شاء الله العمل مستمر ومزيد من الانجازات، وباذن الله يكون حمدي فتحي موفق القادم من امبي واحدث المنضمين، احدث النجوم الجدد المنضمين لكتيبه النجوم في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. بنتمنى له كل التوفيق وان يبقى له بصمه واضافه كبيره مع زملائه في مشوار النادي الاهلي محليا وافريقيا، ان شاء الله يعني نتوقع منه الكثير، وهو محل ثقه وكان فعلا التعاقد معاه مطلب للجماهير والمحبين للنادي الاهلي، ورؤيه طبعا من مجلس اداره النادي والقائمين على ملف كره القدم بقياده الكابتن خطيب، هو لاعب متميز وباذن الله نستفيد كثيرا على المستوى الفني من وجوده معنا في النادي الاهلي. مره ثانيه حمدي فتحي رسميا في النادي الاهلي بعد انضمامه للنادي الاهلي قادما من امبي لمده التعاقد 4 سنوات ونصف. اكيد عندك تعليق. مبروك طبعا، مبروك اضافه للنادي طبعا، والنادي يعني مجلس الاداره بصراحه انا شايف مش ما بيبخلش على فريق الكوره، وعايز يدعم ويعمل فرقه جديده ان شاء الله، وربنا يكرمنا ونرجع تاني. هو الجميل انه مجلس اداره صرح الايام اللي فاتت لما كان بيطلب منه التعاقد مع لاعبين من العيار الثقيل بعد اعاره رمضان صبحي وعودته للنادي الاهلي، يعني عودته على سبيل الاعاره من الدوري الانجليزي، وبعد انجاز طبعا الصفقه الكبيره بالتعاقد مع النجم حسين الشحات، كل الصفقات دي ما خلتش النادي الاهلي يكتفي بهذا الامر، بالعكس قال احنا لسه شغالين وفي صفقات تانية وهنستفيد حتى ان شاء الله اخر ساعه واخر يوم من فتره الانتقالات الشتويه بضم اكبر عدد من العناصر المتميزه عشان يبقى في شكل مختلف تماما للفريق في الفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله يكونوا موفقين ان شاء الله. هرجع لحضرتك مره ثانيه المهندس سامح علي كامل، حضرتك بتتكلم عن ان في رؤيه كامله وتصور كامل ماليا وهندسيا وانشائيا لفرع التجمع. تمام، أول خطوات طبعا بعد ما استبدلنا الأرض استخراج قرار الوزاري واعتماد المخطط العام. يا ريت حضرتك تفهمنا ليه كانت الأرض مش مناسبة، لأن دي خطوة مهمة وكبيرة. الأرض كانت مش مناسبة، الأرض كانت متاخد منها كمية رمل 1,200,000 متر مكعب رمل تقريبا، محفورة بعمق 25 متر. فأنت مطالب بنسبة كبيرة جدا من الأرض، يعني والأرض عندنا على شارعين، شارع أمامي وشارع خلفي. حتى ما عندكش أي فكر هندسي إنك تعملها زي تدرج او انها الشارعين حاكمينك. فما فيش ملهاش حل تاني غير يبقى النادي تحت الارض. فانت بتشتري ارض بتعمله بضروب. ما ينفعش. كابتن محمود صراحه ومجلس الاداره اتحرك بسرعه جدا، اول ما رحت وعينت قلت لهم دي ما تنفعش. خدوا خطوات الحمد لله وقدرنا نغيرها في نفس المكان بنفس المساحه ال 50 فدان. واول ما ده حصل طبعا بدانا بقى ناخد خطوات بسرعه. قطعه الارض الجديده او البديله بقى اللي تم التوصل اليها والتعاقد عليها دي ما فيهاش المشكلات اللي كانت موجوده، نفس المكان وما فيهاش نفس مشاكل 25 متر خالص ولا الاعماق الكبيره دي. اول ما كابتن محمود قدرنا ان احنا نغيرها وخدنا الارض واستلمناها رسمي، بدانا في حاجه اسمها القرار الوزاري اللي هو اعتماد المخطط العام. المخطط العام ده كان عامله المجلس السابق، راجعناه واشتغلنا عليه، هو ده المخطط اللي احنا اشتغلنا عليه، وبدانا استخراج القرار الوزاري. القرار الوزاري تقريبا خدت 8 شهور وده رقم قليل قوي، لان انا حضرت استخراج القرار الوزاري الشيخ زايد 3 سنين. ثلاث سنين بطلع قرار الشيخ زايد موافقات الحمد لله المجلس ده يحسب له ان احنا قدرنا فنيا واداريا ان احنا ناخد طلع القرار الوزاري في 8 شهور واستلمناه في ديسمبر اللي فات. احنا في مرحله العمل دلوقتي، احنا من ساعه ما استخدمنا القرار الوزاري طبعا المجلس خلاص الكوره عندك يا باشمهندس سامح ابدا اشتغل. قد حددنا عناصر المرحله الاولى، ما دي اول مرحله هتفتح بيها للاعضاء اللي هي بتشمل المبنى الاجتماعي، ملاعب كره قدم، ملاعب كره يد، ملاعب كره سله، مسجد، ملعب سكواش، مرضى جلوس اعضاء. خلينا نتكلم ان المرحله الاولى تقريبا في التجمع هي تقريبا النادي، لان هو النادي 50 فدان عكس الشيخ زايد 127. فتقريبا المرحله الاولى بعناصرها تمثل 80% من مسطح النادي. ده قدامنا التصور يعني مكاتب فرع التجمع، يعني ده المكاتب فرع التجمع الخامس بالظبط، ده اللي احنا اشتغلنا عليه المخطط العام. اول ما مجلس الاداره اعتمد المرحله الاولى بدانا في خطوات التصميم وقطعنا جزء كبير منها، وحاليا في بعض عناصر المرحله الاولى
في جهاز التجمع الخام بدأنا نطلع نبدأ في إجراء التراخيص. فرع النادي الأهلي بقيمة واسم النادي الأهلي وبنعمل التصميم الخاص به، هل هي عملية سهلة ولا عملية خطوات ومراجعات ومفاوضات ومناقشات كتير جدا، ويعني في تصور مش مجتمعين عليه، اختلفتوا على أمر اتفقتوا على أمر عشان نوصل لأفضل صورة في النهاية للفرع ده؟ النادي كواليس يعني اللي احنا مش عارفينه. انا هقول لك الأهلي نادي بطولات، فلازم منشآته هتلاقي نفسك انت بتشتغل مرة تانية. الكرة بتحفظ نفسها دايما وهي طبعا العنوان الرئيسي للنادي الأهلي. بعتذر لك يا باشمهندس. معانا على الهاتف أحدث النجوم المنضمين للنادي الأهلي، لاعب النادي الأهلي المنضم حديثا من MP لمدة 4.5 سنوات، الكابتن حمدي فتحي. كابتن حمدي مساء الخير وألف مبروك أولا، وسعداء بوجودك معانا ضمن كتيبة النجوم في النادي الأهلي وانضمامك لهذا الكيان الكبير. مساء النور أستاذ محمد. الله يبارك فيك طبعا، وأنا طبعا سعيد وفرحان طبعا إن أنا أكون موجود في النادي الأهلي نادي القرن طبعا الفترة اللي جاية، وربنا يكرم إن شاء الله ويكون على قد المسؤولية بإذن الله. كنت متفائل إن الصفقة هتتم، النادي الأهلي كان مصر على وجودك معانا لأنهم على ثقة إنك يعني لاعب مميز جدا وهتكون إضافة فنية للفريق. هل أبديت رغبتك للمسؤولين في النادي إنهم يدخلوا في مفاوضات قوية؟ كان عندك رغبة كبيرة بأن تنضم للنادي الأهلي ونقلت رغبتك دي للمسؤولين في نادي MP؟ مظبوط. يعني المفاوضات خدت وقت كبير، ف كان كل شوية في مشاكل وبتاع عشان الصفقة، فربنا سهل الحمد لله يعني انها تمت على خير يعني الحمد لله يعني، وانا دلوقتي موجود في النادي الاهلي. طيب عايز اعرف منك كمان الفترة الجاية ايه الرسالة اللي عايز توجهها، توعد جماهير النادي الاهلي بايه بعد انضمامك رسميا للنادي الاهلي؟ ان شاء الله اكون على قد المسؤولية باذن الله، وان شاء الله ناخد كل البطولات الفترة اللي جاية ان شاء الله. باذن الله موفق وتكون اضافة كبيرة للفريق وتكون لك بصمات مؤثرة مع الفريق على المستوى المحلي والمستوى الأفريقي، وبنرحب بيك كلنا جماهير النادي الأهلي ومشاهدي القناة وكل محبي النادي الأهلي في كل مكان. الناس سعيدة بيك جدا يا حمدي، وكانوا بيقولوا ده لاعب مميز جدا وحابين يكون موجود في النادي الأهلي، وأعتقد المسؤولين في النادي نقلوا ده طبعا خلال المفاوضات لأصدقائنا اللي بنحترمهم جدا إدارة والمسؤولين في نادي MP. إن شاء الله بإذن الله مسؤولية، وربنا يكرم ان شاء الله الفترة اللي جاية يعني. ان شاء الله متفائل بان النادي الاهلي كمان معاك مجموعة كبيرة من النجوم وضم عناصر كتيرة، تعتقد انه هتكون في شكل مختلف وهتكون في صورة واداء فني وشخصية كروية مختلفة للنادي الاهلي في الفترة الجاية بعد كل التعاقدات والصفقات المميزة دي؟ ان شاء الله بإذن الله. إن شاء الله موفق يا حمدي، وبشكرك جدا النجم حمدي فتحي القادم من نادي MP والتعاقد رسميا مع النادي الأهلي لمدة 4.5 سنوات. بشكرك كابتن حمدي وسعداء بمشاركتك معنا، وإن شاء الله تكون بداية لانطلاقة كبيرة ومشوار مختلف أو مرحلة جديدة في حياتك كلاعب كرة قدم محترف، وتكون كمان إضافة كبيرة لفريق النادي الأهلي مع زملائك في الفترة الجاية. صفقات بتفرض نفسها، وده حديث الساعة، حديث الشارع الرياضي وحديث الجماهير اللي كانت طول الوقت في الفترة اللي فاتت بتقول احنا عايزين اكبر كم من النجوم، والنادي الاهلي بيستجيب لهذه المطالب الجماهيرية وبيدعم الفريق باكبر عدد من الصفقات ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. هنرجع لكلام حضرتك عن التصور والرؤية والمناقشات اللي سبقت الوصول للصورة النهائية لفرع التجمع او التصور النهائي لفرع التجمع. لما بتيجي تعمل التصميمات للنادي الاهلي ونادي بحجم البطولات وحجم الأعضاء، فأنت بيكون عندك لازم في رؤية في التصميمات، لأن النادي عايز رياضيا عايز بطولات، واجتماعيا عنده عدد أعضاء كتير جدا، فده بيفرض عليك وانت شغال في التصميم تراعي الكلام ده كويس قوي، ان انت عندك لما بتيجي تعمل صالة أو مجمع ملعب سكواش انت عندك أبطال عالم سكواش النهاردة مصطفى عسل وغير عندك جوه النادي، فانت لازم تبقى انت عارف كويس قوي انك بتعمل جيل بيخدم النادي الاهلي بيخدم مصر كمان، ده لازم تراعيه في التصميم. هل بنعمل صاله او تصورنا لصالات الاسكواش في النادي الاهلي انها تبقى صالات عالميه خاصه مع مكانتنا الكبيره دوليا في لعبه الاسكواش؟ احنا عندنا في اهلي الجزيره على سبيل المثال تمام ملاعب سكواش، وده بالنسبه للانديه رقم كويس. طب وانت حريص تعمل تمام ملاعب على احدث المواصفات المعتمده من الاتحاد الدولي، انت ممكن تعمل ملعب سكواش عادي لكن احنا ما بنعملش كده، ملاعب رياضيه جوه النادي زي ارضيه الصاله المغطاه لازم تكون معتمده من الاتحاد الدولي، فانت بتعمل احدث حاجه لان انت على المواصفات الدوليه اللي هي ملاعب ممكن تتلعب فيها بطولات دوليه. احنا نظمنا بطوله العالم هاندبول 2007 تقريبا على ما اعتقد، فانت بتنظم بطولات دوليه،
فما ينفعش يبقى نادي النادي الاهلي بتعمل ملاعب ما تنفعش ولا مرات دوليه. فده اللي احنا بنراعيه، كل منشأ بتعمله بيكون لازم فيه. يعني هنشوف، او حضرتك بتوعد وبتاكد ان معايير تنفيذ ملاعب الاسكواش في الشيخ زايد وفي التجمع هتكون مرتفعه جدا. هي المعايير الدوليه يعني الارضيه معتمده من الاتحاد الدولي، الحوائط الجانبيه معتمده من الاتحاد الدولي، الحائط الزجاجي الخلفي معتمد الاتحاد الدولي. ما بنعملش غير كده. ما كان ممكن في حلول بديله زمان كنا حضرناها زمان بتكلفه اقل بشكل اسهل. ده ما بيحصلش ومش هيحصل. فده الفكر، انت شغال في كل شغلك بقى في كل تصميماتك. هل اصطدمت بانك بتتناقش مع وبتسمع اراء مجموعه كبيره مسؤولين في مجلس اداره النادي الاهلي، اراء ويعني رؤاهم الشخصيه، كل مسؤول في اي مؤسسه له ذوقه الشخصي في التصور، في الالوان، في الكاركتر، في الانشاءات، في الديكورات، هل ده كان سهل التفاوض للوصول لرؤيه مرضيه لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ولا كنت بتحاول تعمل معادله او توازن بين هذا الراي وذاك؟ يعني هل كانت المناقشات والمفاوضات سهله ولا صعبه؟ سهله جدا، مفيش اي توازنات كمان خالص ولا اي خطا، كله الامور بتعرض معاك الاستشاري بتاعك وانت بتراجع التصميمات، بتعرض عليهم، ليهم وجهات نظر بتكون في محلها، بتعدلها، بتعدله ده وترجع طبعا ترجع تاني وتعتمد تاني. ده كان بيتم وفي حاجه من اول مره تخلص. هل في حاجه اختلفت معاهم عليها، قلت لهم راي مختلف، راي هندسيا كذا لمسؤولين النادي او لمجلس اداره النادي، و يعني قناعة بخبراتك الهندسية وافقوا على رؤيتك وقالوا الكلام ده صحيح؟ لحد دلوقتي ما عنديش اختلاف خالص. كل حاجة بتتقال، لان انت برضو عندما بتيجي تعرض بتتكلم من يعني كلام محدد شوية. يعني هديك مثال، ارضية الصالة المغطاة، ارضية الصالة المغطاة الاتحاد الدولي بيقول من 7 ملي ل 12 ملي. جينا عملنا ايه؟ قعدنا مع المديرين الفنيين وكان معايا الدكتور مهند. انا بس بوريك الدنيا بتمشي ازاي جوه النادي. كل واحد ليه راي، الباسكت عايز حاجه معينه، عايز ارضيه، والفولي عايز حاجه، فانت في الاخر بتعمل ارضيه تصلح للالعاب الثلاثه. يبقى ده قرار مفيش فيه، مش هينفع نتكلم فيه. انا مش هعمل صاله طايره، لا بعمل صاله للثلاث العاب. فهو ده الفيصل، ده قرار في اختيار طيب الخامات. طب ليكوا طلبات، احنا محتاجين بس الفولي دايما في مشكله في الجامب عشان الركب، فعايزين حاجه تمتص اكتر، حاجه فيها سسبنشن فيها. طيب خلاص انا هزود من 7 ل 12، ده هيكلف النادي الاهلي اكتر، والاهلي وافق في مصلحه النادي الاهلي. فده الادي الحوار، فالقصه ماشيه ازاي؟ بدأ المتطلبات بتجيلي، انا هحاول اوفر لهم المتطلبات دي باقل التكاليف واحقق رغبه الناحيه الرياضيه شويه. وانا اصلا كنت لاعب طايره، فانا عارف الدنيا هنمشي ازاي طبعا، فالاثنين بيكملوا بعض. فعندي الحتة الرياضية موجودة شوية والهندسية الحمد لله موجودة، فبنقدر نوصل لصيغة محدش يختلف، لأن أنت في الآخر بتقعد تتناقش، بتاخد كل الريكوستس ونشوف ده يتنفذ إزاي، إيه الحاجة اللي بترضي. ومش قرار منفرد طبعا، مش قرار منفرد اللي بتحقق كل الأهداف دي. حتى لو قرار منفرد فأنت لازم تقنع الشخص اللي قدامك بالقرار المنفرد دوت، ما ينفعش تاخده لوحدك. ده اللي إحنا ماشيين بيه جوه النادي، بنقول كل الآراء كلها، بنتناقش في كل المواضيع، بعد كده نتفق على حاجة معينة هي الصح في الآخر. يلا، حتى من ماتيريال للتاني بيبقى في فرق، حتى في موضوع انه طبعا يخفف يعني حده الاصطدام بالارض للرياضيين، فكره التاثر المفاصل نفسها. وانا قبل ما اخد القرار بتاع 12 كلمت الشركه المصنعه المعتمده من الاتحاد الدولي، المنتج دوت ياثر قد ايه؟ ياثر كذا في الميه. طب ده معتمد من الاتحاد الدولي؟ معتمد، خلاص يبقى احنا موافقين. طيب فاصل وهنرجع نكمل كلامنا مع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الاهلي. فاصل ونعود. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله، ونجدد الترحيب وبنواصل الحوار مع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الاهلي. اهلا بيك مره ثانيه يا باشمهندس، سعداء بوجود حضرتك معانا. كنا بنتكلم عن التصور والاراء المختلفه وطريقه العمل، انكم ماشيين بشكل اكاديمي او منهجي وعلمي. هل انتهينا من كل التفاصيل الخاصه بالرؤيه والتصميمات الخاصه بفرع التجمع، وليس دي جاري العمل عليها في المرحله دي؟ لا، احنا المخطط العام وتصورات بالكامل اعتمدت ومنتهي. احنا حاليا في مرحله التنفيذ، يعني التجمع الخامس حاليا هو تنفيذ جميع عناصر المشروع. كل عناصر المشروع اتفقنا عليها، المخطط العام متفقين عليه، قرار وزاري متفقين عليه، حاليا هي استخراج تراخيص وشغل.
مجلس اداره خلاص الدور اللي عنده خلصوا. تراخيص تفاصيل انشائيه بقى ثانيه غير فكره ترخيص النادي نفسه اللي انتهينا منه بالزبط. او حصلنا عليها بالفعل. هو حاليا دلوقتي بمرحله التراخيص كل منشأة. يعني من خلال خبرات حضرتك بتتوقع حتى لو ده مش يقينا يعني مش مؤكد لكن في حدود بنتكلم من الى يعني الوقت انا متوقع ان في خلال 3 شهور يكون معايا جزء بدايه التراخيص وخلال 3 شهور يكون في الموقع موقع فيه الشركه موجوده في الموقع شغال ان شاء الله باذن الله. طب وعلى افضل سيناريو لو احنا بنتكلم في افضل شكل ممكن حضرتك بتتوقع انه يبقى في كيان على الارض تم بنائه وانشاؤه اسمه فرع التجمع النادي الاهلي التجمع الخامس او فرع التجمع هيكون داخله لقد ايه تقريبا؟ انا متخيل سنه ونص سنه ونص من اول ما استلم التراخيص في ايدينا سنه ونص يكون في كيان النادي موجود هناك ان شاء الله. سنه ونص عناصر المرحله بالكامل مش يعني حضرتك بتتوقع 3 شهور يعني بنتكلم في حوالي ما يقرب من سنتين سنه و8 شهور سنه وتقريبا المرحله الاولى تقريبا 80% من النادي لان هيبقى فاضي في المرحله الثانيه الصاله المغطاه. بس ده وقت قليل قوي على انشاء فرع اللي حضرتك بتقوله ده كمان قاسي وصعب جدا يعني ربنا يسهل ان شاء الله. اشتغلوا بمجهودات كبيره هي هتلاقي باعداد مضاعفه ومعدات وهو نفسه برضه متوقع ان يبقى جهاز المشروعات لو هيكمل معانا ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه متقسم بقى مقسم كل شركه جزء من الشركات اللي بتشتغل تحت مظله جهاز الخدمه الوطنيه بالظبط فالمشروع يمشي اسرع هتدخل عدد من الشركات لتنفيذه عشان يشتغلوا كده بشكل متوازي بالظبط كده بالظبط. طيب ايه المشكله اللي مقابلنا لحد دلوقتي؟ اكيد في حاجات كتير قوي تم انجازها ومتهيألي المشاهد وعضو النادي عايز يعرف كواليس اكتر في حاجات لسه ما اتحلتش في حاجات بتفكروا فيها حضرتك والمسؤولين في مجلس الاداره والشركه او الكيان اللي بتعاملوا معاه جهاز الخدمه الوطنيه والشركات المنبثقه عنه او التابعه له والمنسقه معه ايه الحاجات اللي لسه بتدوروا لها على حلول لغايه دلوقتي؟ في اهل الجزيره اهل الجزيره اماكن انتظار السيارات هي دي المشكله الرئيسيه في مقر الاهلي اشكاليه كبيره مقارنه بعدد طبعا الاعضاء كتير جدا الاماكن الانتظار شبه محدومه المساحه محدوده جدا موجوده جدا فاللي بنحاول نلاقي حل حاليا هو جراج متعدد دي اكبر مشكله محل دراسه يعني بس توسع راسي ولا يتعمل تحت الارض هو تحت الارض في مشكله عشان على تحت الارض في مشكله عشان الميه يعني اعتبرنا مشكله شويه يعني هي ليها حلول طبعا بص كل حاجه في الهندسه ليها حلول بس تاخد وقت اكتر وتكلفه أكتر عشان اتعامل معاها فانت بتعمل توازن من المشروعين اطلع ممكن اخد دور تحت الارض واطلع 3 فوق الارض دي مشكله كبيره بصراحه هي مشكله الجراج كمان عندكم مشكلة. اشكاليه ان المنطقه من المناطق الجماليه جدا والمساحه بين النادي والنيل من بوابه النادي والنيل 10 متر يعني فهيبقى فعلا الارتفاع بمبنى فيها برضو من الحاجات اللي لها لازم يرعى طابع انت اثرت حاجه احنا خدنا قرار بيها دي كنا اول مره اسوار اهل الجزيره بجانب انك بتاخد تراخيصها بتاخد حاجه اسمها موافقه التنسيق الحضاري طبعا يعني هو مش سايبك تعمل طبيعه المنطقه والنادي الاهلي وجنبه الاوبرا وجنبه لا انت ما بتشتغلش كده انت عملت الرسومات دي كامل وتعرضت على اللجنه واحنا حضرنا معاهم اجتماعات في القلعه وعرضنا التصور واعتمد كل الكلام ده خد مجهود ما حدش شايفه ده من غيره ما تشتغلش يعني من غير موافقه التنسيق الحضري ليها طبيعه طبعا مش هتقدروا تشتغلوا فمش هيسيبك تشتغل باي شغل لان دي ما ينفعش فيها المنطقه دي وما ينفعش باي شكل اي نوع من الشغل العشوائي حتى في الالوان اللي هي ما تناسبش المنطقه اكيد مريته بتفاصيل كتير جدا حتى نوعيه المواد المستخدمه بيخش في تفاصيل معاك فيها فالمكان ليه ظروف صعبه شويه اهل الجزيره بتاعي بس الحمد لله يعني خلال 9 شهور يعني بتدرسوا قضيه الباركينج واماكن انتظار السيارات فرع الجزيره اكتر حاجه فيها مشكله شويه الباقي كله ليه حلول عندهم ساحات كمان مقارنه بفرع بالنادي الاهلي الجزيره شيخ زايد التجمع مدينه نصر لا الامور مختلفه الشيخ زايد والتجمع المخطط العام ما بيطلعش غير باماكن انتظار سيارات يعني من الاول بياخد منك جزء من المساحه بيستقطع يقول لك العدد الاعضاء قد ايه وليهم نسبه ليهم كام سياره الاعداد دي موجوده على الطبيعه عشان النادي ما يحصلش عنده مشكله في اماكن انتظار السيارات فده تم وضعه في التصميم من التجمع الخامس وفي الشيخ زايد الناديين هم مش مراعين مدينه نصر في جزء بنحاول نعمله على شارع اماكن انتظار السيارات ده محل دراسه اليومين دول بس اسهل من الجزيره الجزيره صعبه شويه طيب هنتكلم تاني عن الشيخ زايد حضرتك قلت انا بعتقد انه حسب تصورك يا باشمهندس انه سنه من وقت الانتهاء من عمليه التراخيص او الحصول على تراخيص هذه الملاعب ان شاء الله نتوقع انها تتم في قد ايه تقريبا يعني ممكن التراخيص تخلص هي نفس القصه الحقيقه بصراحه اجهزه التجمع واجهزه الشيخ زايد متعاونين جدا مع النادي بصراحه فالتراخيص ما بتاخدش وقت انا متوقع هم برده الشهرين نكون خدنا التراخيص باذن الله وسنه بعديهم ان شاء الله سنه يخلص كل المشروعات زي ما قلت لك
الكاراتيه والجمباز وقبلها التراخيص تاخد قد ايه مره ثانيه؟ شهرين. يعني لو قلنا 3 او 4 شهور يعني بنتكلم برضو اقل من سنه ونص. اقل من سنه ونص ان شاء الله يبقى للشيخ زايد في المشروعات دي. بس حضرتك تقول يعني بتقول تكونوا انجزتوا الكثير في هذه الملاعب ولا تكون تنفذت بالفعل؟ خلصت. برضو الاوقات اللي يعني بص قليله يعني قصدي المده الزمنيه خلينا نرجع بالذاكره سنه ورا شويه. لا دي حاجه يعني فيها اشاده منكم انكم بتقولوا اوقات قليله للشغل ده كله. صاله الكاراتيه اهل الجزيره بدانا فيها امتى؟ شهر 4. احنا خلاص شهر نفتحها. هي صاله كاراتيه الشيخ زايد نفس المسطح 500 متر بل بالعكس كمان الشيخ زايد اسهل لان صاله كاراتيه الجزيره نتيجه قرب النادي من الميه فالاساسات الصاله دي مختلفه عن اساسات الشيخ زايد. تنفيذ الشيخ زايد لصاله الكاراتيه اسهل بكتير قوي من صاله الجزيره. فالسنه هي مزنوقه ومش مزنوقه. بص لو انت مرتب الجدول بتاعك صح ومتابعه باستمرار هتوصل للي انت عايزه في السنه. لكن لو انت سبت الامور هي عموما يعني حاجه تدعو للاشاده بمجلس الاداره وحضرتك والقائمين على اداره الامور والشركات اللي بتتعاملوا معاها وفي على راسها طبعا جهاز الخدمه الوطنيه لانه ما بنقولش ان الوقت مبالغ فيه ده بنقول ان الوقت ضيق فبتحطوا على نفسكم ليميتس وحدود ووعود اكثر دقه وبتقطعوا على نفسكم التزام بجدول زمني مش بعيد حتى لما قريب جدا فده حاجه تدعو للاشاده بالناس يعني حتى لما الجدول الزمني بيخلف معاك ما بيروحش في سنين لا بتتكلم في ايام فوارق بسيطه جدا اقصى حاجه لكن ما تروحش رقم كبير قوي وانت شغال ما انت برضو خلي بالك ما انت ممكن تكون متاخر بس انت ما انت شغال لا يبقى انت عليك لوم كده في هذه الحاله لكن لما تكون انت شغال وشايف شغلك وتبقى عندك ظروف طارئه تاخرك فالى حد ما ممكن يكون العذر موجود في مده قليله زي ان فكره تطرا على التصور ده خلال مرحله العمل وممكن تنفذوها خلال العمل نفسه ده بيحصل احيانا بيحصل طبعا بيحصل ده حصل في مدينه نصر ده حصل في منطقة الترفيه في مدينة نصر عدلنا مساحات الحمامات واحنا شغالين وانت شغال ما بتقولش بقى اصل انا بعد التصميم تاني لا خالص بتقابلك مشكلة في الموقع بتحلها وتحاول الوقت اللي انت اتأخرت فيه تلحقه تاني. ايه الحاجة اللي حابب ان حضرتك تقولها لمشاهدي القناة واعضاء النادي عن كم الجهد المبذول لان في ناس كتير بتبقى شايفة الصورة من بعيد فبتنتقد بس في ناس كتير دايما بتتجه للنقد وما مش بتثمن الجهد المبذول وحجم التمويل والرؤيه والاستعانه بمتخصصين وكل الجهد اللي النهارده حريص عليه مجلس اداره النادي. ايه الرسائل اللي حابب توجهها للمشاهدين ولاعضاء النادي عن المرحله دي وعن ما تم بالفعل؟ بص هي الرساله الوحيده ان الشغل اللي بيتم انا في النادي الاهلي من 30 سنه. الخطه الانشائيه ان شاء الله ربنا يقدرنا ونخلصها في 4 سنين ما تمتش في الاهلي قبل كده خالص. الشغل هو اللي ظهر قدامك يعني احنا اول مره نتقابل من سنه في قناه النادي الاهلي ما جيناش قبل كده ليه بنشتغل اول ما قربنا نفتح بعض المشروعات ممكن نبدا نتكلم عليها وما نجيش تاني ونختفي ونتقابل كمان سنه كمان يكون شغل تاني ظهر. العضو عايز يشوف حاجه قدامه ملموسه هو الملموس هو الشغل مش الكلام. اسهل حاجه انك تقعد تبعت وتنزل زي ما انت عارف ده مش طريقتنا في الشغل. الطريقه الصح هو الانجاز اللي هو على ارض الواقع هو ده العضو وده عضو النادي الحقيقه لما بيجي يشوفه على الطبيعه يعني كتير جدا بيقابلوني في مدينه نصر هو هنا في ايه؟ اقعد اشرح لهم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا هو ده بالنسبه له بيبقى ده الراحه بالنسبه له هو لازم يشوف حاجه ملموسه قدامه لكن انك تقعد كل شويه تدي له معلومات انا بعمل انا بعمل انا بعمل ما انا لا انا عايز حاجه قدامي موجوده فهو ده الخطه بتاعت النادي نخلص الشغل ممكن نبدا نتكلم شويه نشرح تفاصيل في مراعاه كمان للامور اللي اعلن عنها ضمن برنامج الحمله الانتخابيه لقائمه الكابتن الخطيب في الانتخابات وهي بالكامل حاليا في مجلس الاداره مراعاه ذوي الاحتياجات الخاصه ان النادي يبقى فيه رامبات وفي حاجات في الحركه وفي المسطحات بتراعي ظروف كل عضو من اعضاء النادي مهما كانت ظروفه مختلفه او معقده ده تم بالفعل لو انت كنت رجعت لما صورت معانا الحلقه في مدينه نصر جميع دورات الميه فيها تجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصه. ده تم في التجهيز ليهم كامل في كل مكان وده اللي احنا ماشيين عليه بقى في كل المشروعات الجديده. يعني اي حتى في المسطحات نفسها في فروع النادي في يبقى في مساحات بتدرس بتدرس حاله هو هيخش منين؟ طب هيقعد فين؟ طب وسيله وصوله للمكان الفلاني هيوصل ازاي؟ انت بتحط عشان نفسك يستمتع كمان بالمرافق اللي هو زيه زيك. فهي بس مجرد انك توفر له طريق وسيلة آمنة تصير سهل وآمن بالنسبة له ده فعلا اتراعى لو رجعنا في التصميمات هتلاقيها موجودة.
متحف النادي الأهلي من الحاجات الجميلة جدا واللي كانت بالفعل بديهية. مجلس إدارة لما قال ده الناس قالت إزاي ده ما تعملش من زمان، إزاي ما فكرش أي مجلس إدارة سابق، مع احترامنا طبعا لكل الجهود المبذولة على مدار مجلس الإدارة السابقة، إنه النادي الأهلي بتاريخه وشخصيته وكل ما حقق يستحق إن تبقى له مزارات سياحية ومزارات بتقدم شخصيته وتاريخ النادي الأهلي. كلمنا عنه يا باشمهندس. طبعا المتحف ده كان مطلب من سنين، من قبل المجلس اللي فات مجلس كابتن حسن كان مطلب أساسي يبقى في متحف النادي الأهلي. الملف ده ماسكه بالكامل بالتنسيق معايا الدكتور سراج عضو مجلس إدارة، وبذل فيه مجهود كبير جدا، وقدم قدم تصور لمجلس إدارة الجلسة اللي قبل اللي فاتت، وكان فيها يعني جهد مبذول كويس جدا. حاليا في مرحلة الدراسة للتنفيذ، في تواصل بيني وبين الدكتور سراج باستمرار في الجزئية ديت، وهيطلع النور قريب ان شاء الله باذن الله تشوفوا حاجه كويسه قوي ان شاء الله. لان الناس كانت بتقول ان ده امر يستحقه طبعا، يحبوا النادي الاهلي ويليق بالنادي الاهلي ويتماشى مع تاريخ النادي الاهلي طبعًا الكبير. طبعا كنا محتاجين حاجه زي كده فعلا، اضافه للنادي وتاريخ ولها النادي. بعد لها قيمه تاريخ. ماليه وادبيه وثقافيه وتاريخيه، كل حاجه سياحيه وكل شيء. نعترف انت عندك ماده تحطها في المتحف يعني صحيح. انت متحف، متحف بدون حاجه مش متحف. انت عندك الاهلي عنده فازاي يبقى عندي كل عنده ماده غنيه جدا لمتحف النادي الاهلي، فلازم استغل الماده دي. صحيح. طيب هختتم مع حضرتك بالعوده لفريق كره القدم، واحنا شايفين الجهد والصفقات الجديده، وحضرتك قلت من ضمن عمليه التطوير الانشاءات الخاصه بتجديد المدرج في الجزيره، في اهل الجزيره. يا ريت نتكلم عن التفاصيل، وهل في بعض الامور الفنيه او العلميه الخاصه بالتسهيلات اللي بتبقى مطلوبه للاعبي الكره المحترفين في اي مكان، فيما يتعلق باماكن التجهيز الاستعداد للمباراه، اماكن الاحماء، عمليه غرف الملابس، كل شيء؟ طبعا احنا زي ما كلمتك في جزئيه ارضيه الصالات، احنا قعدنا مع المديرين الفنيين وخدنا نفس الكلام عملناه مع الجهاز الطبي والاداري للمدرج لفريق كره القدم. قعدنا مع الجهاز الطبي، طلباتكم ايه؟ لازم يحدد طلباته، لان انا راجل بنفذ اللي هو عايزه، لكن هو ليه متطلبات معينه واجهزه معينه، وده تم بالفعل. قعدنا مع الاخصائيين في جهاز الكوره، حددوا لنا على سبيل المثال مثلا الجيم، طلب الاجهزه اللي فيه ايه؟ قعدنا كتير جدا لسه معتمدين الاجهزه دي الاسبوع اللي فات، وبكره هنعرضها في الاجتماع زي ما اتحرك عشان بانيين القرار الشراء على اسباب فنيه، على أسباب رؤيه فنيه بالظبط، ودوره جوه الجيم نفسه، طريقه الفرش الاجهزه اللي هي بخط سير اللاعب بترتبها في التدريب. صحيح. وطلب مثلا في بعض الحاجات فيها زي المغطس بيبقى جواه اجهزه. كل الكلام ده احنا قعدنا معاهم ودرسناه، ورحنا اتفرجنا على اماكن معمول فيها، وانا نقلت دخلت في سكه تانية بره مصر، شفت المكان بره عامل ازاي عشان نطلع احدث حاجه لفريق كوره بالتنسيق مع اجهزه الكوره، مدير الكوره ومديرين كلهم بالكامل. قعدنا مع الكل وخدنا كل طلباتهم، بدل نحول الطلبات دي لتنفيذ ونقعد تاني نعتمد. وصلنا لمرحله متقدمه جدا في الجزئيه التشطيب المدرج، المفروض في بكره في اجتماع مع كابتن محمود ومدير الفني عشان نختتم اخر اعتمادات بكل ملحقات هذا المدرج، كل الغرف والملحقات اللي فيه اللي بتخدم فريق الكوره بالكامل. غرف خلا ملابس واماكن طبيه والعلاج الطبيعي والدكتور والجيمنيزيوم، ده الدور الارضي، لسه في دور فوق كمان، دي المرحله الثانيه اللي هي بقى فيها سكن اللعيبه يقعدوا فيها في اثناء الاستراحه بتاعتهم، مطعم، في خدمات تانية لفريق كورة. هو مدرج مش مدرج يعني هو بيتعمل تجهيز، لان ممكن اللاعبين يعني يقوموا باداء معسكر او الانضمام في معسكر داخل النادي، يقيموا جوه النادي ان شاء الله. طيب دي فكره، ده فكر يعني النادي الاهلي كمان كثره ارتباطاته بتتطلب هذا الامر طبعًا احيانا طبعًا. تجميع اللاعبين وجودهم احيانا ليوم كامل حسب رؤيه الجهاز الفني، يعني ده بيدي اختيارات للجهاز الفني وبتعملوها احدث حاجه مش مصر، احدث حاجه عالميه، يعني تخش على الفرق العالميه الجيم بتاعهم اخباره ايه. انا بحب، هي حاجه مش تخصصي بس احب اعرفها، وممكن لما نتكلم اقول لك ده في الجهاز الفلاني انا شفت، انت يعني ممكن اقول رايي فيه، بس عشان هم متخصصين اكتر فلازم اقعد اسمع الاول الكلام بتاعهم، وبعد كده نبدا نتناقش، وبعد كده نعتمد. فده الخطوات اللي احنا مشينا فيها في المدرج. ان شاء الله تبقى الاسبوع دوت مخلصين كل حاجه فيه،
وتبقى نقله للفريق طبعا، هم يستحقوا هذه النقله طبعا يعني. انا بترك لحضرتك المجال، اولا موفقين وسعيد جدا بوجود حضرتك معانا النهارده على شاشه قناه الاهلي، وبترك لك المجال لو في امر كان يجب عرضه من وجهه نظرك ومن وجهه نظر مجلس الاداره على المشاهدين وعلى اعضاء النادي واعضاء الجمعيه العموميه وكل محبي النادي الاهلي داخل وخارج مصر، بترك لحضرتك المجال لو حابب توجه اي كلمه او اي رساله عما يتم عن التصورات والطموحات الخاصه بالمرحله. لا، هي اخر رساله بس عايز اقولها لك، ان الفتره القادمه هي فتره اهلي الشيخ زايد، التركيز هيبقى فيها بشكل مكثف جنب الشغل التاني، مش معنى كده مش هنشتغل في فروع تاني. انه هيدخل هياخد نصيب كبير من عمليه التطوير اهلي الشيخ زايد في الفتره الجايه. حضرتك بتطمن اعضاء الشيخ زايد طبعا يعني. دي الفتره الجايه جنب التجمع وجنب اهلي الجزيره، بس الاكبر انك تخش بثلاث صالات وملاعب في التوقيت ده. ان حضرتك بتوعد اعضاء اهلي الشيخ زايد انهم هيلاقوا حجم شغل كبير جدا في النادي ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. ان شاء الله يكونوا موفقين وتوصلوا بالتنسيق حضرتك مع المسؤولين في مجلس اداره النادي بقياده الكابتن محمود الخطيب وكل القائمين على عمليه التنفيذ، وفي مقدمتهم المسؤولين في جهاز الخدمه الوطنيه التابع للقوات المسلحه، ان شاء الله تحققوا افضل النتائج وتحققوا اشياء راقيه تليق بالنادي الاهلي واسمه وقيمته ومكانته وتاريخه، وايضا باعضاء النادي وطموحاتهم على كافه المستويات ان شاء الله. بشكر حضرتك المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي الاهلي، شكرا جزيلا. شكرا لك يا عم، الف شكر. مشاهدينا بشكر حضراتكم على متابعه هذا اللقاء، ولكن ابقوا معنا فقراتنا وحواراتنا مستمره من خلال الاهلي الليله بعد الفاصل، حديث ايضا عن كره القدم والصفقات الجديده وانطلاقه النادي الاهلي في دوري المجموعات في البطوله الافريقيه مع الكابتن عبد الاله جلال لاعب النادي الاهلي سابقا.